المصري بجد يعني كنا محتاجين ان هم يفرحوا النهارده ويستحقوا ان هم يفرحوا. هارد اك للعيبه، اللعيبه ادت اللي عليها من ناحية البدنيه، ما اعتقدش ان في حد اثر. من الناحيه الفنيه انا شايف في غلطات كتيره جدا 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 في بدايه المباراه، يعني لو قعدت اتكلم فيها هتكلم فيها كتير جدا. فلكن خلاص مباراه عدت، مش هتقدر ترجع المباراه تاني. كان نفسنا نكون موجودين في كاس العالم، نضطر نستنى 4 سنين تاني، بس اتمنى ال4 سنين دول ما نشتغلش بالصدفه، نجهز من دلوقتي ان احنا نوصل كاس العالم، ونفكر كمان ان احنا نعدي الدور الاول من كاس العالم. اتمنى ان التفكير يبقى كده، مش فكره الوصول بس، يبقى عندك هدف ان انت توصل وتعدي كمان الدور الاول. فاتمنى نشتغل على ده في السنين اللي جايه. عندنا 4 سنين، 4 سنين على فكره مش كتير عشان تجهز جيل تقول انه يوصل كاس عالم ويلعب ويؤدي في كاس العالم بشكل انت بتتمناه، مش كتير، دول قليلين، لانك انت بتضطر تشوف لعيبه تحاول تجهزها انها تكون لعيبه دوليه تقعد تعتمد عليها، زي ما شفنا النهارده محمد عبد المنعم لما دخل مع منتخب مصر بقى لعيب دولي ولعيب مؤثر. فبتكمل على ده، تشوف اللعيبه دي مع اللعيبه الكبيره اللي موجوده اللي هتكمل معاك، وتشوف انت عايز ايه. ما تمشيش بالصدفه، ما تمشيش يعني نشوف الدنيا هتودينا لفين، لا، انت عندك سيناريو وعندك خطه هتمشي بيها لحد كاس العالم. يعني الحقيقه هو صار الجيل بتاع الكابتن عماد متعب ده اللي كان يا ريت وصل كاس العالم، هيشرفنا، كان هيعمل حاجات كويسه طبعا. نشوف هم في القارات عملوا ايه. كسبت ايطاليا واحرزت، لا يعني كان في، انت كنت بتقول مين فيرود مصر؟ عمرو زكي ولا عماد متعب ولا زيدان ولا ميدو يعني، ولا كابتن حسام حتى في فتره ما لحقهم. كان عندك يعني فرايتي هايله من خط الوسط، خط الوسط، خط الدفاع، حراسه المرمى، كان فريق تقيل جدا. فكابتن عماد دلوقتي يعني هو، احنا قلنا الكلام ده كتير، خلينا بقى كمان 4 سنين نعمل حاجه بس يكون في مشروع ومش بالصدفه وبتاع. بس من الذي يستجيب؟ اللي يستجيب عبد الظاهر السقا ويقول كلام مهم كمان نسمعه. مش لاقي حاجه اقولها فنيه خالص تماما، والماتشات اللي زي دي ما بتبقاش فنيه قوي يعني.